أسوأ تهديد، سوي للكيلو 100 رصاصة وأندر بارل الثالث نون ستوب حقة الفلاش وبيرك رصاصات مخترق. ماشي، فكرة أنا عملته أسوأ، حطيت ريكون بدل الفلاش وحطيت ستوبينج باور، وهذا هو الريكوي مش بطال. يلا بسم الله. ما تنسوا لايك تاج كومنت للإصلاح مع تعديلات السيئة، تكبسوا على الشير بعدين ثلاث نقط. وانتهت هاي المعاناة ب 21 موتة، 28 كل و 400 ألف. بالصدارة حاليا للM4 كأس